السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة هتكلم على 5 أشياء بتفعلها المرأة المصرية وكلنا بنعملها الحقيقة، بس ال5 حاجات دول تقريبا مدمرة للصحة النفسية، بتوصل إن أي حد وصل لأقصى قدر من الضيق والزهق ومش قادر يكمل. ال5 حاجات دول كلنا بنعملهم، هدخل على طول مباشرة في الموضوع وهقول إيه هما ال5 حاجات اللي كلنا غالبا بنعملهم من غير ما نحس إنهم بيدمروا صحتنا. أول حاجة، إعطاء نفسك أقل من قدرها. يعني ايه اعطاء نفسك اقل من قدرها؟ يعني كتير قوي بتفضل الام انها مثلا تشرب في مج مكسور وتسيب المجات السليمه لكل اعضاء البيت، يعني هي تتاذي وهما ما فيش مشكله بالنسبه لهم. لما تيجي مثلا تقسم فرخه او حاجه بتدي الصدر لزوجها وتدي الوركين للولدين وهي ممكن تاخد تمصمص الجناحات كده او حاجه. ممكن لما تيجي تقسم بيتزا مثلا بتقسمها 4 تدي زوج نصها والولدين ياخدوا الجزئين الباقيين. لما بتعمل اي حاجه بتشتري ملابس او حاجه اهم حاجه ان الاولاد ويشتروا هدوم كويس قوي والزوج كمان يشتري هدوم وهي مش مهمه تقضيها بالعبايه بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت. الحقيقة حاجات كتير قوي بتعملها الزوجة المصرية، يعني حتى ما بينزلوا البحر بيستمتعوا، هما ينزلوا ويستمتعوا كل حاجة وهي تقعد جنب الساعات والموبايلات والحاجات دي وقاعدة تتفرج عليهم وبس. طبعا دايما يعني ما ينفعش انك انت تدي نفسك اقل من قيمتها، انت فرد من البيت، يعني لازم تكوني واخدة حقوقك كويس قوي علشان تقدري تقومي بواجباتك كويس قوي. ما تتنازليش عن اي حاجه. يعني انا اعرف واحده صاحبتي كانت ما تصب شاي بلبن للعائله كلها، تشرب هي شاي ساده عشان توفر شويه اللبن اللي بتديهم للعيال. واحده تانية بتيجي تعمل قطع اللحمه او حاجه تدي قطعتين لزوجها وقطعه لكل ولد وهي ما تاخدش، ما فيش مشكله. مع الوقت الحاجات دي بسيطه، بتبان فوقتها بسيطه جدا وسهله قوي، انها مع الوقت مره بعد مره ومع ملاحظه الناس لا بيشكروا ولا بياخدوا بالهم ولا حد بيقول لها ميرسي خالص على اللي انت بتعمليه ولا بيلاحظوا اساسا التضحيه اللي هي بتعملها. مع الوقت الحاجات دي ممكن تسبب يعني شويه شروخ وندبات كده بتساعد بعيد عن الجميع، يعني ان ممكن الصحه النفسيه تاذي بشكل كبير. الحاجه الثانيه، الاعتكاف المنزلي. ليه الزوجه بمجرد ما تتجوز تنسى خالص اصدقائها واصحابها وقرايبها وكل حاجه، يبقى كل حياتها منصبه على البيت؟ ما ينفعش، لازم يكون للزوجه حياه اخرى. طبعا هي اساسا ما ينفعش تخرج بدون اذن زوجها، لازم يعني حتى لو راح لاسرتها لازم تستاذن زوجها، دي ما فيهاش فصال. انما اللي فيه فصال ان هي بتقطع كل علاقتها باصدقائها وقرايبها واخواتها واصحابها وكل حاجه وبتتفرغ بس لزوجها وبيتها، واللي تبات فيه بتصبح فيه، ويا ريت حتى بتفرغ للزوج، هي بقى كل همها البيت، انها تنظف الصالون، تغسل الموكات، تغير الستاير، الحاجات دي. ما تعتكفيش البيت، ما يبقاش حدود وجودك في العالم. العالم فيه اشياء اخرى كتيره تقدري تعمليها، في دروس تحفيظ قران تقدري تروحيها، في دروس مجلس تجويد او حاجات من دي تقدري تشغلي وقتك فيه، ده لو انت مش بتشتغلي. ما يبقاش العالم حدوده، ما يجيش حد يقول لك اصل انت مش حاسه باللي يحصل بره، انت كل حياتك في البيت ومش عارفه ايه اللي بيحصل بره. ما تخليش حد يتهمك بالجهل، حاولي انت على قد ما تقدري توسعي المدارك اللي حواليك، بحفظ قران كريم، بدروس تجويد، بدروس خط عربي، بالحاجه اللي انت بتحبيها. ما يبقاش عندك اعتكاف منزلي دون فايده ودون طائل وفي الاخر ما حدش بيشكر. الحاجة الثالثة، لو انت بقى موظفة مرتبك بتعملي بيه ايه؟ انا اعرف سيدات تاخد المرتب كده تديه لجوزها، واحدة تانية بتحط المرتب في درج وبيفضلوا يصرفوا فيه هما الاثنين. طبعا ده ما ينفعش، انت المرتب اللي اخدتيه يعني تجيبي بيه حاجة ليكي انت شخصيا، حاجة للاولاد، حاجة للبيت، تغيري بيه ستاير، تعملي بيه حاجة. كل معظم الستات المصريات بتعملوا كده، انت تجيبي بيه حاجه للبيت والاولاد ولزوجك ولحياتك، ده بتساعدي بيه انك انت بتساعدي في مصاريف المعيشه. لو كان زوجك عليه اقساط او مثلا بيضحي بكل مرتبه لوالده او حاجه زي كده بتبقى انتوا بتعيشوا بيه بشكل اساسي، انما ما ينفعش تاخدي مرتبك تديه لزوجك. ما عمرك ما هتحسي بروعه المرتب، عمرك ما هتحسي بتعب بانك انت تعب الشغل ده جاب فايده. المرتب يتجاب بيه اشياء، طبعا عايزه تحطيه في جمعيات ادخار وتجمعي الاخر اتس اوكي ما فيش مشكله، عايزه تجيبي حاجات للبيت او حاجات ليكي شخصيه او مشغولات ذهبيه او ما الى ذلك، هذا متاح. انما تديش المرتب لمن لم يعمل بيه، اللي ما اشتغلش بيه تديه له ليه؟ الحاجه الرابعه، اعتزل ما يؤذيك. يعني ايه اعتزل ما يؤذيك؟ يعني ما تضغطيش على نفسك عشان تروحي لمرات صاحب زوجك وانت اساسا مش طايقاها. اعتزل ما يؤذيك، يعني ما تروحيش مثلا تجاملي واحده وانت مش حباها تحت ضغط الظروف وتحت ضغط زوجك. احتفظي مع الجميع بمرحله السلام البارد، انما تكون شيء بيؤذيكي وتصري انك تعمليه ما ينفعش. ما تقوميش ترتبي البيت وتنفضي وانت اساسا مثلا مريضه او عندك مشكله في ظهرك، جيبي حد يساعدك. اعتزلي الحاجه اللي بتاذيكي، ما يؤذيك وما يضايقك ابتعد عنه قدر الامكان. الحاجه الرابعه،
الحاجة الخامسة، أيام سوري، ودي أهم حاجة، اللي هي الرضا بما لا تحبه خوفا من كلام الناس. يعني إيه؟ يعني مثلا واحدة عندها 37 38 سنة تتجوز واحد مثلا ما بيشتغلش أو عاطل أو غير مناسب ليها عشان خايفة الناس يقولوا ما اتجوزتش. واحدة بتستحمل ضرب وإهانة وسب وما إلى ذلك وكل الحاجات دي عشان خايفة الناس يقولوا عليها متطلقة. واحدة بعد ما تنفصل تروح تتجوز أي حد كده بدون يعني يكون في، ما يكون في تكافؤ ولا تجانس ما بينهم ولا أي حاجة، عشان عايزة تبان للناس إنها في صورة متزوجة وفي صورة كويسة مش صورة مطلقة. ما ينفعش تعمل حاجة تحت ضغط الناس. الناس مش هينفعوك لو أنت مثلا لا قدر الله اتضربتي أو اتعورتي أو حصل أي حاجة. الناس مش هينفعوك لو أنت هتعيشي عيشة مريرة مع زوجك. الناس مش هينفعوك لو أنت بتقاسي المرار ووجع الدماغ كل يوم. الناس مش هينفعوك لو كان عفوا يعني زوجك ليس كفء ليكي او ما بيعاملكيش بشكل كويس. الناس مش هينفعوك في كل الاحوال، والناس كده هتتكلم وكده هتتكلم. يبقى جميل منك جدا انك انت ما ترضيش بحاجه تعمليها خوفا من كلام الناس. اعتزلي كلام الناس خالص، واعملي الحاجه اللي يمليها عليكي ضميرك بما لا يخالف الشرع ولا الشريعه. يبقى احنا في كل الاحوال ما نعملش مدمرات الصحه، ما تديش نفسك اقل من قدرها، ما تقوميش بالاعتكاف المنزلي، مرتبك يكون ليكي، اعتزل ما يؤذيك، لا تفعلي اي شيء انت غير مقتنعه بيه خوفا من كلام الناس. الحقيقه مدمرات الصحه حاجات كتير، وانا نفسي اتكلم في الموضوع ده كتير قوي، بس مش هينفع ان انا اطول عليكم، انا مش بحب اطول فيديوهات كتير، هكتفي بهذا القدر. لو عجبك الفيديو دوس لايك، بليز دوس لايك لو عجبك الفيديو، وكمان دوس على زرار اشتراك وشير الفيديو على نطاق واسع واضغط على علامة الجرس. ويا رب دايما اقابلكم بكل خير. مبسوطة جدا ان انا قابلتكم، مبسوطة قوي ان انا اتناقشت معاكم، وان شاء الله اقابلكم على كل خير. دمتم في رعاية الله وامنه.